بحضور الفنان أيمن زيدان ووسط حضور جماهيري كبير، أطلقت المؤسسة العامة للسينما في سينما الكندي بطرطوس العروض التجارية للفيلم الروائي الطويل غيوم داكنة. نحن جايين اليوم جايبين معنا فيلم اسمه غيوم داكنة، هو واحدة من حكايا الحرب الموجعة التي مررنا بها. كان عندنا رغبة أن نوثق هذه الأوجاع وأن نقدم إلى حد بعيد صورة صادقة عن مرحلة صعبة ألمتنا، يمكن فيها أحلام مجهضة، فيها انكسارات، لكن بنفس الوقت فيها إصرار على استمرار الحياة والدفاع عن بكرة. إن شاء الله يكون تجربة خاصة ويحبوا العالم، لأنه هو خاص فعلا وقاسي شوي وحقيقي وصادق. وأنا بعرف أنه الأستاذ أيمن وقت عمل هذا الفيلم كان عم يقول وجعه الحقيقي الداخلي. الفيلم يروي بعضا من أوجاع الحرب التي عاشها السوريون ويوثق اللحظات الموجعة التي مرت خلال الحرب. كتير بتشبه حياة السوريين وكتير الاسم حلو، كتير غيوم داكنة يجسد الحياة اللي عايشينها بالحرب اللي صارت معنا. والأستاذ أيمن الفنان الكبير أيمن زيدان رائع عن جد، بكانا أحداث يعني مشوقة وغير متوقعة. فيلم كتير مؤثر يعني عن جد، دخل لأعمق المشاعر الإنسانية، يجسد متناقضات كتيرة. شلون بتكون أهلك وناسك؟ تعرف شو يعني تشوف بلدك عم يتدمر؟ الفيلم حصد جائزة القدس للإنتاج الفني من مهرجان الإسكندرية السينمائي، وتستمر العروض على مدار شهر كامل بفترتين صباحية ومسائية. محمد حسن، الإخبارية السورية، طرطوس.